مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعاوي. أهلا بكم أستاذ حسين. بداية، البرلمان يعلن استئناف جلسات الفصل التشريعي الثاني في 9 من الشهر الجاري، ما الذي قد تقدمه هذه الدورة البرلمانية بخلاف سابقاتها؟ أنا أعتقد يعني ما راح تقدم شيء بخلاف سابقتها، ولعدة أسباب، وأهم ما فيها هو عدم إكمال تشكيل الحكومة لحد هذه اللحظة. سبب أنه النظام العراقي نظام برلماني لا يوجد فيه معارضة، هذه حالة غريبة وحالة شاذة، لا يمكن لأي نظام برلماني في العالم لا توجد فيه كتلة معارضة، لأنه الكتل التي شاركت في الانتخابات تعتبر المشاركة في الحكومة مغنم ومكسب سواء على المستوى الشخصي أو الحزبي. غياب المشروع الوطني لهذه الكتل هو السبب الذي أو هو الدليل الذي نقول أنه لا تختلف عن سابقتها. لا توجد كتلة معارضة في برلمان وفي نظام برلماني، هذه حالة غريبة جدا وغير مقبولة. هذا هو واحدة من الأسباب الداخلية، إضافة للأسباب الخارجية اللي الجميع يعلمها، هيمنة الولايات المتحدة وإيران على المشهد السياسي في العراق. طيب، بحسب اللجنة القانونية النيابية فإن هناك قوانين معطلة منذ 13 سنة، ما الذي يقف عائقا أمام تنفيذ هذه القوانين؟ طبعا المصالح الحزبية، لأنه قد تجد هذه القوانين ليست بمصالح أعضاء البرلمان أو كتلهم وأحزابهم، فلا بد أن يكون هناك عائق. وكما ذكرت لك أنه الهيمنة الإيرانية على الكتل والهيمنة الأمريكية على بعض النواب، هذه كلها أسباب تعيق أو أنه يكون أي مشروع لصالح المجتمع العراقي الشعب العراقي. فإحنا أمام مشكلة حقيقة، أمام ديمقراطية مقننة، أمام ديمقراطية تفرض الخارج أو العامل الخارجي هو الذي يفرض هيمنته عليه ومصالحه عليه، فاهتمامهم بالمصالح الخارج أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب. هذا واحد من أسباب عدم تشريع القوانين التي تخدم مصالح الشعب العراقي. طرحت قبل قليل نقطة مهمة وهي المشروع البديل، المشروع الوطني أو المعارضة بشكل عام، كيف يمكن لها أن تتواجد في ساحة مليئة بيد خارجية تلعب بالشأن العراقي كما تفضلت، وكذلك بالوضع الأمني غير المستتب الذي لا يسمح بوجود أصوات معارضة في العراق، كيف يمكن أن تنفذ هذه المشاريع؟ يعني أولا أنه إحنا نقول معارضة، المعارضة عدة أنواع، في معارضة برلمانية وفي معارضة سياسية عامة خارج البرلمان وفي معارضة بكل أنواعها. علينا أن ندرك أنه الذي يمارس العمل السياسي ويقدم مشروعا وطنيا، هذا المشروع يستحق لها تضحيات. من ليس لديه الاستعداد لتقديم تضحية من أجل الوطن عليه أن يترك العمل السياسي. نحن لا نتكلم عن مجتمع مدني ولا نتكلم عن تجارة فرعية ولا نتكلم عن مصالح شخصية، نتكلم عن وطن. فالوطن لابد تكون فيه تضحيات، فالذي يريد أن يكون صاحب مشروع وطني لإدارة الدولة على أسس على مبدأ المواطنة لابد أن يواجه تحديات ولابد أن يكون مستعد لتقديم التضحيات. طيب، يعني ما السبل الآن الموجودة لإنفاذ قوانين تخدم المواطن العراقي وهو بأمس الحاجة لها بجوانب متعددة من حياته؟ عم عيد السؤال، ما سمعتك. الوسائل التي يمكن أن تنفذ الآن من أجل إنفاذ هذه القوانين المتعلقة أو المرتبطة بحياة المواطن العراقي بشكل مباشر هو بحاجة إليها الآن. يعني هذا إذا كان هناك ضغطا شعبيا على هؤلاء ويهدد مصالحهم ويهدد مواقعهم في الدولة، فأعتقد سيضطرون إلى أو يلجؤون إلى تشريع مثل هذه القوانين، وبغير ذلك الأمور ستبقى على ما هي عليه. الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا لك.